والشفاعة العظمى أيها المسلمون التي ينتفع بها أهل الموقف جميعا يوم القيامة عندما يطول عليهم المقام ثم يشتد عليهم الأمر وتدنو الشمس من رؤوسهم فيحتاجون إلى من يشفع لهم إلى ربهم جل وعلا لأجل أن يفصل بينهم القضاء. عندها تكون تلك الشفاعة العظمى لنبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني أن يصلي في أي موضع وأن يتيمم إن لم يجد الماء. قال: وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أيها المسلمون، إن الشفاعة العظمى الكبرى هي لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ادخرها دعوة يدعو بها ربه يوم القيامة. فإن لكل نبي دعوة فتعجلها الأنبياء إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما قال: فسأله رجل قال: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لعل لصاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان.